أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فسيقولون بل تحسدوننا
فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ومن شر حاسد إذا حسد فأخرجناهم من جنات وعيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون كم تركوا من جنات وعيون وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وفي أنفسكم أفلا تبصرون ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه
بل الظالمون في ضلال مبين. فتبارك الله أحسن الخالقين. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بِرَادِّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر
ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فالله خير حافظا وحفظناها من كل شيطان رجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وحفظا من كل شيطان مارد إن كل نفس لما عليها حافظ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت
من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أرحمك سبحانك ما لطفك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أحلمك على من عصاك وما قربك ممن دعاك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأراضين ودرج ولا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث يا مغيث الغائثين ويا مجيب السائلين
اللهم رب الناس أذيب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله بسم الله بسم الله أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها أعيذكم بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض أعيذكم بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبار عنيد أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لبس ولمس ومن شر خادم السحر والحارس أعيذكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم أعيذكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر الساحرين والشياطين بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل بلاء يؤذيكم ومن كل شر وشقاء يشقيكم ومن شر كل نفس أو عين معجب أو عين حاسد ومن شر سحر ساحر أو كيد كائد بسم الله أرقيكم من شر النفاثات في العقد ومن شر حاقد إذا حقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر ساحر إذا سحر ومن شر ناظر إذا نظر ومن شر ماكر إذا مكر بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يجبركم والله يجيركم والله يعيذكم والله يحفظكم بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمر ومن الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت
اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدت أو أصابت علما فضيعت أو أصابت ذكاء فسحقت أو أصابت جسدا فأمرضت أو أصابت عضوا فأبطلت أو أصابت جمالا فشوهت أو أصابت شعرا فأسقطت أو أصابت عينا فأمرضتها أو أصابت رحما فعقمت اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان أو على الاستقامة والالتزام أو على العافية في الأبدان أو على حسن الحديث وطلاقة اللسان أو على دماثة الخلق وطيب المعشر أو على حسن الذوق وجمال الملبس اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين أو على السعادة في المال والعمل أو على الجاه والسلطان أو على السعادة في البيت ومع الأبناء أو على السعادة مع الأهل والزوجات اللهم أبرد حرها اللهم أزل أذاها وضررها وشرها اللهم أبطل أثرها اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر سحر منتقم وحاسد وحاقد سحرا مأكولا ومشروبا أو سحرا معقودا ومنفوثا أو سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور أو سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر أو سحرا معقودا من النجاسة أو سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد اللهم أبطل سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم أو سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان أو سحرا تسبب في سقم الأجسام أو سحرا تسبب في تبلد العقول أو سحر الجنون واختلال العقول اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات أو سحرا يدعو إلى حب اتباع الهوى والملذات اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وترفع بها البلاء عنا وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الأدواء اللهم عصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجان اللهم عصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجان اللهم عصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم 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 اللهم اشرح صدورهم وأزل همومهم ويسر أمورهم اللهم اهد قلوبهم اللهم يسر أمورهم اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء اللهم واجعلهم في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا إلهنا اللهم وصل وسلم على نبينا وسيدنا محمد.
وفي الختام نسأل المولى الكريم أن يرفع البلاء وينزل الشفاء، وينفع بهذا الإصدار كل مسلم ومسلمة. للتواصل مع القارئ الاتصال على رقم 05-400-633. كان معكم من الهندسة الصوتية عبد الله العبد اللطيف، ومن التقديم أخوكم سلطان التميمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.